متابعين بنكير على كل منصاتها المختلفة، أهلا بحضراتكم. إحنا دلوقتي هنرصد فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول عن أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة، وهنتكلم عن دورها في الاقتصاد ككل وإزاي مصر تقدر تستفيد منها عن طريق التنمية المستدامة. كل ده هنعرفه أكتر في سياق التقرير التالي، تابعوا معنا. أهلا وسهلا بيكي، معاكي حسن دياب، دكتور حسن دياب، رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية. المنظمة العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية المنبثقة من ضمن عدد من المنظمات العربية والإقليمية. المنظمة هي مختصة في، أو الهدف الأساسي هو تحقيق التنمية الإدارية والتنمية الشاملة في الوطن العربي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة. دايما بنختار مجموعة من الأنشطة أو من المؤتمرات من القضايا اللي بتهم المجتمع وبتهم الوطن العربي، من ضمنها مؤتمرات زي مؤتمر الحالي اللي موجود تعزيز دور السكوك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبنختار مجموعة من المؤتمرات اللي بتحقق موضوع التنمية المستدامة في الوقت الحالي. المنظمة لها أفرع أو لها أنشطة مختلفة، منها تدريب، منها جوائز، منها الفعاليات، منها النشر والتوزيع. بالنسبة للفعاليات، احنا عندنا مجموعة من الفعاليات اللي بتختص بإدارة الموارد البشرية، خصوصا بالأنشطة البنكية والمالية. هذا المؤتمر بيندرج تحت مجموعة الأنشطة البنكية والمالية اللي موجود في فعاليات المنظمة، وبالتالي احنا بنهتم دائما بالتعامل أو التعاون مع الجهات الفعالة والمتخصصة، بمعنى ان احنا بنبحث عن الجهات اللي تكون متخصصة في كل من في مجاله. النهارده مؤتمر الصكوك ودوره في تحقيق اهداف التنميه المستدامه، بنبحث عن جهاز زي المنتدى البرقه للاقتصاد الاسلامي والجمعيه المصريه للتمويل الاسلامي، وهذا الجهتين المختصين او لديهم الخبراء المختصين في موضوع الصكوك، وبالتالي بيكون كل شيء او كل جهه هي مختصه بالغرض او الهدف اللي بيقدروا يحددوه كل جهه في توقيت المؤتمر. احنا بالنسبه لنا منظمة بيسعدنا دائما التعامل مع القضايا اللي موجودة في الوطن العربي، ونختار المؤتمرات التي تحث على وجود توصيات في النهاية نصل ليها لحلول تصل للوطن العربي وتهم الوطن العربي. في الحقيقة احنا في مصر الحمد لله رب العالمين سوق واعد، واستقبلنا انواع كتيرة وادوات كتيرة من ادوات التمويل. احنا اصدرنا السندات الخضراء، لكن لم نصدر حتى الان الصكوك الخضراء. والصكوك الخضراء لما تكون صكوك سيادية وبتعمل على التنمية، سواء التنمية المجتمعية او تاخد في اعتبارها الظروف البيئية والظروف الاقتصادية، كده احنا يعني بيبقى عندنا مابينج او نوع من انواع التكامل مع معايير الامم المتحدة فيما يتعلق بالاستدامة. تاني حاجة، عندنا حاجة تانية ممكن نصدرها، حاجة اسمها الصكوك الزرقاء. والصكوك الزرقاء دي هو كل ما يتعامل بإدارة الموارد المائية، سواء كان احنا عندنا نهر النيل او عندنا البحار او عندنا المواني بتاعتنا، فكل ما يتعلق بتطوير مصادر المياه سواء كان للشرب او للنقل او للسكن حتى، ده يرتبط بحاجة اسمها الصكوك الزرقاء. في حاجة كمان مرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المشاريع الصغيرة المتوسطة مهمة جدا، لأنها بتعمل على دعم الاقتصاد سواء المصري أو العالمي. وعلى مستوى العالم لو حبينا نبص في الصين مثلا، إن المشاريع الصغيرة المتوسطة أدت إلى إضافة قوية جدا في السوق الصيني. فإحنا هنا لو استخدمنا الصكوك وعائدتها، أو آسف الموارد الخاصة بالصكوك، استخدمها في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق ان احنا نعمل صناديق استثمار خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليه بقى التأجير التمويلي لتمويل المشاريع، بدءا من المشاريع اللي لسه ستارت اب او لسه بتبتدي بفكرة جديدة. اهم حاجة يمكن احنا اتكلمنا فيها في المؤتمر النهاردة، ان ما ننساش ان الصكوك برضو ممكن نطورها او نوجهها، معنى اصح انها يتم استثمار العوائد الخاصة بيها في الذكاء الاصطناعي. ما ننساش ان الارتفيشال انتليجنس بقى حاجة من الحاجات الاساسية في المجتمع، والعالم كله بيلهث وراه. فاذا احنا لو تاخرنا في الاستثمار فيه، سواء كنا على مدار على مستوى الابحاث او على مستوى الشركات الناشئه او على مستوى التطبيقات، يعني هيبقى شكلنا مش كويس. لكن افضل ان احنا الناس القائمين على اصدار الصكوك سواء على مستوى الشركات او على مستوى المؤسسات او على مستوى الدول العربيه يبداوا يفكروا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. شكرا.
عايزين نسأل حضرتك عن أهمية السكوك وليه المنظمة اختارت المؤتمر إن هي تشارك فيه؟ كما شرحت لحضرتك سابقا، احنا دايما بنختار القضايا اللي بتهم الوطن العربي. في الوقت الحالي موضوع السكوك هو أداة فعالة للتمويل، وبالتالي بتخص كتير من الدول العربية. كتير من الدول العربية، طبعا مصر أصدرت قانون الخاص بالسكوك، ولكن في دول من الخليج، وطبعا بما أننا منظمة عربية تقنية جامعة الدول العربية ومجموعة 22 دولة، فبيخصهم المشاكل الخاصة أو يهمهم المواضيعات المهمة اللي زي مثلا موضوع السكوك، اللي هم ياخدوا التجارب المهمة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق موضوع السكوك. فالسكوك هو ده حاليا التوقيت المهم، كل الناس بتبحث عن أداة فعالة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي بنختار التعاون مع الجهات المتخصصة زي منتدى البنك الاقتصادي الإسلامي والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في موضوع طرح أفكار وطرح التجارب الخاصة بالسكوك. الحقيقة السكوك بتتمتع تقريبا كأداة من أدوات التمويل الإسلامي بجميع المزايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي. التمويل الإسلامي السكوك بتعمل على جانبين. احنا عندنا السكوك، عايز انا اتكلم على تنمية السكوك واستثمار السكوك، دول شقين. تنمية السكوك يعني جذب الأموال اللازمة لمول السكوك، او عشان خاطر تتم عملية تمويل السكوك، يعني معناها بجذب المدخرات. بجذب المدخرات ده بيحقق هدف من الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية، لأن أهداف التنمية الاقتصادية لازم يكون عندي زيادة معدل الادخار. كلما زاد معدل الادخار في الدولة، كلما نحن وجدنا نفسنا في الطريق إلى التنمية الاقتصادية. فالسكوك أداة بتعمل على جذب المدخرات، فبالتالي بتساعد على التنمية. ده من الجانب الأول، وهو جانب تمويل السكوك. أضف إلى ذلك أن تمويل السكوك أيضا قد يتم من خلال البنوك، وبالتالي فهي فرصة جيدة للبنوك لاستثمار أموالها في استثمار عام. على الجانب الآخر، بعد ما حصلت على الأموال تمويل السكوك عايز استثمرها. لما باجي استثمر السكوك بتتمتع بحاجة، إنها بتتم في استثمار حقيقي. عندنا الاستثمار قد يكون استثمار مالي، وقد يكون استثمار حقيقي أو غير مالي. استثمار المالي ده طبعا يعتبر عملية وسيط ما بين الحاجات. الاستثمار الحقيقي هو ان انا بستثمر في مشروعات انتاجية جديدة، وبالتالي هذا الاستثمار الحقيقي بيعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي، وده ربما يؤدي الى ان احنا نخرج من الدائرة اللي احنا عايشينها، دائرة التضخم الركودي ان شاء الله باستخدام هذه الادوات. لو اتكلمنا في الانعكاسات المباشرة من السكوك على الاقتصاد والتنمية المستدامة، كيف يمكن ان نجني ثمار هذه التجربة سريعا؟ طبعا اصدارات السكوك زي ما قلت لحضرتك بتعمل على زيادة حجم الاستثمارات، فبالتالي كلما قدرت تجيب سكوك هتيجي على استثمارات. طبعا معنى ان في عندي استثمار معناها ان في نمو اقتصادي، معناها ان في عندي قضاء البطالة، معناها ان في عندي دخول، معناها ان انا ابتديت اطلع من الدائرة اللي احنا عايشينها بتاع التضخم الركودي، اللي هي الدائرة اللي موجودة في الاقتصاد المصري حاليا يعني. فبالتالي هتقدر تطلعني من هذه الدائرة، لأن أنا هتوجه زي ما قلت تاني مرة تانية بأكد إلى استثمارات حقيقية، وبالتالي هتعمل تشغيل، هتعيد على البطالة، هتعالج العديد من المشكلات الاقتصادية القائمة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك. شكرا. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. شكرا. الرحمن الرحيم. النظر ليا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا سعداء بافتتاح مؤتمر السكوك اليوم، هو أول مؤتمر في سلسلة مؤتمراتنا الإقليمية، وحرصنا أنه نبدأه بهذا الموضوع المهم للغاية، سواء كان على مستوى وطني أو على مستوى إقليمي أو حتى على مستوى دولي. خلال يعني 30-40 سنة الماضية، السكوك أثبتت أهميتها وجدواها ودورها، وأثبتت فاعليتها ومرونتها. فاليوم أصبحت حتى لفظة يعني متداولة في مختلف لغات العالم، ما صارت تحتاج ترجمة، وهذا يبين حضورها في الصناعة الاقتصادية في مختلف دول العالم. فهذا البعد لابد نستوعبه، إنه إحنا بنتكلم عن أداة عالميا معروفة يعني. فبالتالي لما نركز على موضوع تطوير أدوات سكوك مختلفة، خلاص لها قبول عالمي. يبقى بس إنه كيف نستعملها في التنمية، وكيف نستعملها أيضا في الادخار والاستثمار. يعني مثلا
على سبيل المثال فقط يعني مصر دولة لديها عدد كبير ملايين من المغتربين العاملين والمنتجين حول العالم خصوصا في دول الخليج، وكل هذول مدخراتهم بتعتبر مقومة بالدولار، فهم بحاجة لأدوات استثمار مقومة بالدولار، فالصكوك تمثل فرصة رائعة لهم وفرصة رائعة أيضا للمشروعات في مصر لعمل صكوك مقومة بالدولار، وبتسهم بالتالي في التنمية في الإنتاج في التطوير داخل مصر، وفي نفس الوقت بتستعمل للمغتربين هذول لتنمية مدخراتهم المقومة بالدولار، لأن هم اليوم بيستثمروا في الدول اللي هم فيها، فما المانع أنهم يبدأوا يستثمروا مدخراتهم داخل مصر في أداة مناسبة لهم بتحقق أغراضهم وفي الوقت نفسه بتمثل تنمية حقيقية ومستدامة. التحدي اللي بيقال حول الصكوك أنه لابد لها من مشروعات هو بالنسبة للدول النامية فرصة، لأن الدول النامية بحاجة إلى تطوير مشروعات في مختلف المجالات والجهات، لو أخذنا على سبيل المثال قطاع التعليم، قطاع الصحة، البنية التحتية بحاجة إلى مشاريع ضخمة جدا في مختلف الدول النامية، الصكوك أداة مناسبة لها بتتوجه تحديدا للمشروع، مثلا مشروع بيربط المدينة ألف بالمدينة باء، مشروع إنتاج طاقة، مشروع ري، مشروع صرف صحي، مشروعات محددة بتمول بصك محدد وبتعطي عائد هذا الصك لمدة المشروع إلين يتم إطفاء الصكوك، فالآفاق الموجودة للصكوك لا متناهية، ولهذا السبب تحولت هي لفئة من أهم الفئات الأصول الإسلامية خلال عقود بسيطة من السنوات. السبب هو هذا، فاعليتها وكفاءتها ومرونتها. يعني الصكوك بطبيعتها كأداة تمويلية هي بتتميز بطبيعة الهيكل الخاص بتاعها، بمعنى أن الصكوك لما بتيجي تشتغل بتدخل بتمول مشروع معين، وإحنا عندنا في الدولة المصرية في العديد من المشروعات، وتحديدا إحنا شغالين في خطة التنمية المستدامة، وبالتالي هنا الصكوك فيها ميزة لما بتيجي تشتغل على الهياكل التمويلية بهياكلها التمويلية المختلفة بتدخل تمول المشروع بعينه، والميزة اللي فيها أنها بتمتد مدة الصك لمدة 30 سنة، ده بالإضافة أن العائد بتاعها بيبقى متغير بيقوم على الربح والمشاركة في الربح والخسارة، وبالتالي هنا معدل العائد ما بيبقاش عندك فيكسد ريت ثابت تشتغل عليه، لا ده بيساعدنا ان احنا كاقتصاد نبقى في عملية مرونة في معدلات العائد سواء كانت ارتفاعا او انخفاضا، وده بيبقى مرتبط ايضا بنسبة الربحية اللي بتحقق من المشروع. كيف يمكن للصكوك ان تعمل على تنمية استدامة الاقتصاد والتنمية المصرية؟ هو زي ما قلت لحضرتك في البداية هي كاستدامة، هي الميزة اللي فيها ان هي بتمتد لمدة 30 سنة، بعد 30 سنة ممكن ينطفي الصك او يعاد اصدار صك اخر بصيغة اخرى، لان احنا عندنا العديد من انواع الصكوك، عندنا في صكوك ايجارة وصكوك مشاركة وصكوك استصناع وصكوك سلم وصكوك مرابحة. الميزة او اللي بيميز هياكل الصكوك تنوعها تحديدا، لان كل مشروع بيبقى له طبيعة خاصة، وبالتالي انا هنا في مشروعات الاستدامة ممكن اشتغل بصكوك الاستصناع، ان احنا بنبتدي نمول القائمين على تنفيذ المشروع بشكل على مدى طويل الأجل، لأن تحديدا المشروعات الطويلة الأجل بطبيعتها بتدر عائد بعد فترة طويلة، وبالتالي هنا أنا ممكن من خلال الصكوك أقدر أستغلها في تمويل مثل هذه المشروعات. فيما يخص تجربة مصر في الصكوك، إحنا عندنا في صك سيادي تم إصداره خلال الفترة الماضية، وده كان أول صك سيادي بأكثر من مليار دولار أمريكي وتم تغطيته 4 مرات. عندنا في صكوك شركات تم إصدارها وده وفقا لجهة الإصدار، عندنا 6 صكوك شركات ولقت قبول خلال الفترة الماضية. إحنا تحديدا بنتكلم إن إحنا خلاص دخلنا في عمليات الإصدار، وبالتالي إحنا نطمح إن الفترة المقبلة يكون في زيادة في حجم الإصدارات، وده من ضمن أهداف المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى البركة، ان احنا المنتدى الاقليمي تحديدا بيتوجه للعديد من الدول عشان ينشط صناعه الصكوك على مستوى العالم، لان الصكوك تحديدا كاداه استثماريه هي بتجذب شرائح مختلفه، وتحديدا الشرائح اللي بتفكر في موضوع التنميه المستدامه بتتعامل مع ادوات متوافقه مع الشريعه الاسلاميه، وبالتالي هنكتسب شريحه اكبر من المستثمرين والاموال من دول الخليج وغيرها من الدول التي تهتم باصدار الادوات المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه. عفوا. نورنا دايما. بانكير نبض البنوك.